ازاي تقدر تتأكد ان انت مع الشخص الصح في حياتك، او زي ما بيقولوا كده توأم روحك. بس توأم روحك ده ليها معنى تاني في علم الطاقة، او السول ميت ليها معنى تاني في علم الطاقة. بس بتكلم النهاردة عن ان انت تبقى متأكد ان ده الشخص الصح اللي انت قابلته. بس انت مخمخ وفكر اقول لكم بقى خلاصة وعصارة افكاري ازاي تتأكد ان انت الشخص ده هو توأم روحك، او هو نصك التاني، وان هو شخص مميز جدا جدا مختلف عن اي حد تاني انت قابلته. طيب ايه بقى الصفات دي، او ايه الحاجات اللي لما تشوفها هتحس وتتأكد؟ اول حاجة هتحس براحة نفسية مش طبيعية. انت كده بتقعد معاك تبقى عايز تحكي تحكي تحكي، اللي هو مثلا عارفين انتوا ماسورة رغي وانفتحت، وتلاقيك عايز تحكي له كل حاجة في يومك، عايز تحكي له انت عملت ايه وقابلت مين واكلت ايه، وبنت عمتك مش عارفة اتخلقت مع خطيبها ليه، وحاجات غريبة كده. تحس كده ان انت قلبك مفتوح له كل حاجة، كأنك عايز تدخله حياتك بسرعة كحقنة كده، بتدخله جوه الوريد عندك. هتلاقيك بتحكي ومبسوط وما بتتكسفش منه. يعني ايه ما بتتكسفش منه؟ يعني ممكن تحكي له حاجات تحس فيها ان انت بتعري نفسك قدامي، يعني بتقول صفاتك اللي انت بتكرهها في نفسك، الحاجات اللي بتضايقك، الحاجات اللي بتفرحك، عمال تحكي له قوي، عايز تعرف عنه كل حاجة، وعايز تحكي له كل حاجة عنه وبسرعة بسرعة بسرعة. يعني بيبقى فيه راحة نفسية مش طبيعية ومن اول لحظة انت قابلته فيها. تاني حاجة بتبقى دايما عايز تشوفه، يعني انت اللي عايز تشوفه، دايما عايز تشوفه، ان شاء الله لو هتشوفه كل يوم انت مش هتزهق منه. مفيش ملل مع توأم روحك، او مفيش ملل مع الشخص الصح. يعني عمرك ما انت قاعد معايا كده هتحس ان الكلام بيخلص، او ان انت زهقت منه، او ان مفيش حاجة تتقال. لا، دايما هتلاقي فيه حوارات، ودايما فيه كلام، ودايما فيه اكشنز. علاقتكم دايما مليئة بالاكشنز، ومليئة بالكلام، ومليئة بالحوارات. فدايما هتلاقيك عايز تشوفه كل يوم، ولو هو كل يوم قالك انه عايز يشوفك هتبقى مبسوط. وحتى لو عندك ارتباطات تانية هتلاقيك بتكنسل كل الارتباطات عشان تكون معاه هو شخصيا. طيب تالت حاجة هو ان انت ما بتخافش ان الشخص ده يفهم عنك انطباع غلط. يعني تلاقيك بتحكي كل حاجة على حقيقتها بسجيتك، انت عفوي تلقائي بزيادة معاه، لان عارف ان هو هيفهمك صح، وعارف ان هو عارف الانر بتاعتك، او عارف الحاجات اللي جواك، فهو فاهم ومتأكد ان اي حاجة بتقولها انت بتقصد ايه. مش هتحتاج تبرر له، مش هتحتاج تقعد تديله justification وclarification، لان انت بتتكلم معاه من جوه جوه نغشيش قلبك بمنتهى العفوية، بمنتهى التلقائية، بمنتهى الصراحة. ما بتخافش ان انت تزعل منه، يعني ما بتخافش ان في زعل يجي ما بينكم، لان انت عارف ان مهما حصل او في سوء تفاهم، زعلتوا من بعض، اتخنقتوا مع بعض، ان انتوا في الاخر هتتصالحوا، لان انت باقي عليه وهو كمان باقي عليك. يعني انت متأكد ان الطرفين باقيين على بعض ومفيش حد فيهم بياع. يعني مش اول خناقة كده هيقولك طب يلا باي باي نسيب بعض، ولا ان هو بيفكر حتى يسيبك، لان الشخص ده ما هيصدق ان هو لقاك، او كأنك انت فرصة حياته اللي هو لقاه، وهيبقى متمسك بيها جدا جدا. اما فكرة ان انتوا تسيبوا بعض، او ان انتوا تتخانقوا ويحصل سوء تفاهم، تحصل مشكلة، ان انتوا ما عدتوش تتكلموا مع بعض، او ما عادش يبقى فيه حوار ما بينكم، دي مش موجودة ولا في عقلك، ولا في عقلك الباطن، ولا في عقله الباطن، ولا في قلبه حتى. ففكرة ان انتوا تتخانقوا دي مش مخيفة، وانت برضو لما تتخانق معاه مش هتبقى خايف ان هو يجرحك، مش هتبقى خايف ان هو يزعلك، لان هو مش هيقدر ان هو يبيتك وانت زعلان. يعني هو دايما هيبقى يعني سعادتك هدفه الشاغل، اما ان هو يزعلك وتبات وانت زعلان، او يعمل حاجه تخليك مقموص او متضايق، دي حاجه هتبقى مزعجه جدا جدا بالنسبه له، وهيحافظ دايما ان هو يتهرب من فكره ان يبقى فيه زعل ما بينكم. الشخص الصح ده هيكون دايما سند ليك، هيكون دايما ظهر ليك في اي حاجه بتفكر بتعملها. يعني اي فكره هتلاقيها بتجيلك، اي مشروع، اي حاجه في الشغل، اي حاجه، هو اول واحد هيجي في بالك ان انت تروح تحكي له وتاخد رايه. وهو كمان دايما هيكون سند ليك، دايما ظهر ليك، دايما تحس ان في حد بيديك دعم قوي جدا جدا. هو يبقى دايما بيسمع لك باهتمام، مش بس ان انت مجرد يلا ارغي انا بسمع، لا، هو بيسمع، بيبقى اكتف ليسنر، يعني بيسمع وبيحلل، وبقى كل هدفه ان انت تكون مبسوط، وان انت بتحقق طموحاتك، وان انت بتطلع وبتكبر. هيبقى دايما بيزقك لقدام، دايما عايز يكبرك، دايما عايزك افضل وافضل. هتلاقي نفسك ما بتتكسفش منه، يعني في أسوأ لحظات حياتك وفي أسوأ وقتك انت بتروح تتكلم معاه بيورلي كده، يعني مش خايف على منظرك، مش خايف على شكلك، يعني شعرك منعكش، انت هدومك مش مكوية، انت مش يعني في أسوأ حالاتك مش هتتكسف ان انت تعري نفسك قدامه، او يشوفك وانت يعني مش مهندم قوي، لان انت بتشوفه بروحك، مش بتشوفه بعينيك. يعني العين دي اخر حاجة بتفكر فيها معاه،
بالعكس انت دايما بتشوفه من جوه قلبك او من جوه روحك. الشخص الصح في حياتك هو الشخص اللي هتحس انه مالي عينك، مالي عينك يعني وانت معاه مش محتاج تكون مع حد تاني، وانت معاه هو خلاص انت كده كأنك مسكت الدنيا كلها او مسكت الدنيا كلها، وانت بتتكلم معاه عمرك ما بتزهق، دايما هو بالنسبة لك يعني احسن حاجة في الدنيا ان انت تكون سواء بتتكلم معاه سواء خارج معاه سواء هو موجود في حياتك او حواليك، فهو بيملى عينك يعني انت دايما شايفه ان هو بيرفكت، حتى لو في عيوب انت مش بتشوفها، ولو في عيوب انت شايفها حتى هتلاقيك دايما عايز تطور منه، دايما عايزه افضل، فهتلاقيك دايما بتزقه لقدام، دايما بتدعمه ان هو يحسن في عيوبه، بس العيوب دي هتشوفها طفيفة جدا، يعني عمرك ما هتقابل شخص الصح هتحس ان انت عايز تغيره 360 درجة او ان كل حاجة فيه محتاجة تتغير. لو انت قابلت الشخص ده كنت بتظن ان هو ده الشخص الصح، انا بعتذر مش ده الشخص الصح. الشخص الصح انت هتتقبله زي ما هو كباكج واحده، بعيوبه بمميزاته بمشاكله النفسيه بعصبيته بنرفزته بتلقائيته بعنفه، هتلاقي كل حاجه فيه سواء وحشه او حلوه انت متقبلها على قلبك كمان زي العسل. الشخص الصح في حياتك هو الشخص اللي مهما بعد انت هتحس ان هو راجع، يعني حتى لو انتوا حصل خلاف كبير ما بينكم، حصل سوء تفاهم وبعد واتخانقتوا، يعني بتتصالحوا بسرعه، مجرد ان انتوا تشوفوا بعض وبتبتسموا تلاقي نفسك خلاص نسيت كل حاجه، بتعرف تسامحه بتعرف تصالحه، يعني في دايما كريدت عنده لان هو دايما بيعملك حاجات كتير حلوه، ولو حصل سوء تفاهم او قفشه فانت معتقد ان دي دايما حاجه مؤقته او حاجه كده طارئه وهتعدي. فالشخص الصح ومجرد ان انتوا تقابلوا بعض وتشوفوا بعض وبتبتسموا بتنسى كل حاجه وحشه. الشخص الصح في حياتك هو الشخص اللي دايما هتحس ان انت اول واحد بتفكر فيه لما بتتضايق، واول واحد بتفكر فيه او بيجي في بالك لما بتفرح، بتبقى دايما عايز تشاركه كل افراحك كل انجازاتك كل الحاجات اللي انت فرحان بيها ومبسوط بيها، واول ما بتعمل حاجه حلوه بتروح له علشان يسقف لك ويبقى مبسوط بيك وفخور بيك، وبرده لما يحصل لك اي مشكله او اي حاجه وحشه هو اول شخص هيجي في بالك واول شخص هتفكر ان انت تتصل بيه تعيط له وتقول له الحقني انا حصل لي مشكله كذا كذا كذا، هتبقى عايزه يحتويك ويحتضنك. الشخص الصح اللي هيبقى موجود في حياتك هو الشخص دايما اللي انت هتحس ان انت عايز دايما تتواصل معاه، بتتلكك يعني اللي هو جبت طقم جديد بتصور نفسك تقوله شوف ايه رايك في الطقم الجديد ده، هو بتتلكك عشان يبقى فيه كونفرسيشن ما بينكم، حتى وانت في عز انشغالك بيجي في بالك، وانت في عز شغلك وانت في عز مذاكرتك وانت في عز خروجاتك مع اصحابك، دايما هتحس ان هو كانه لابسك كده كانه عايش جواك كده، دايما انت بتفكر فيه سواء خارج مع اصحابك وفي خروجه كبيره جدا وهو مش معاك، انت هتبقى مفتقده مفتقد وجوده في حياتك ان هو يكون قريب منك ويكون موجود جنبك. الشخص الصح هو الشخص اللي دايما هيبقى عايز يبقى دايما يبقى هيبقى عايزك افضل عايزك احسن، عمره ما هيبقى فيه كومبيتيشن ما بينكم او منافسه ما بينكم، بالعكس هو نجاحك هو نجاحه، عمره ما هيغير منك، بالعكس هو هيغير عليك، هيبقى دايما عايزك احسن واحد في الدنيا، دايما دايما يعني مشاكلك هي مشاكله، اهتماماتك هي اهتماماته، دايما هو عايزك افضل وافضل، لما تحس هتحسسه انه بيحفزك ان انت تحقق طموحاتك ان انت تبتدي في مشروع نفسك فيه، هو عايز يكبرك عايزك افضل عايزك تبقى احسن فيرجن من نفسك، لان هو بيحبك من جوه قلبه ونجاحاتك هي نجاحاته انجازاتك هي انجازاته، فدايما هيبقى بيبوشه لقدام، دايما بيفكرك بالاحلام بتاعتك، دايما بيفكر لك افكار جديده، يعني ممكن تكون اصلا انت مش في دماغك يتصل بيك يقول لك فاكر المشروع اللي كنت بتحكي لي عنه، انا لقيت لك حد مش عارفه ممكن يساعدك وتعالى وهنشوف، هتحس ان هو محتويك في مشاكلك محتويك في كل حاجه انت يعني اي مشكله عندك هو بياخدها كانها مشكلته هو الشخصيه، يعني لو انت عندك مشكله هو بيحط المشكله دي ويبقى هدفه الوحيد هو ان ازاي يساعدك وازاي يسهل عليك الدنيا، بيبقى عايز يشيل من عليك اعباء، عايز يشيل من عليك عبء اتخاذ قرارات، عايز يشيل من عليك مسؤوليات، يعني ممكن يبقى عندك مشاوير كتير مش عارف تعملها، حاجه انت مستصعبها ومستتقلها يجي يقول لك طب انا هاجي معاك اخلص لك المشاوير دي، طب انا يلا نروح يلا، حاجه باظت عندك موبايلك باظ مش عارفه عندك مشوار لازم تخلصه، حاجات انت مكسل هو اللي هيزقك ان انت تعملها وهياخدك في ايدك كده ويقول لك يلا نروح يلا نعمل يلا قوم نعمل، فيبقى دايما مشاكلك هو بياخدها في محمل الجد كانها مشاكله هي الشخصيه. الشخص الصح اللي هتقابله في حياتك هتبقى دايما فخور بيه، يعني حاسس انت عايز تتفشخر بيه قدام العالم كله، عايز تعرفه على الناس كلها، عايز تعرفه على عيلتك، عايز تعرفيه على مامتك على باباك، عايز تعرفها على اصحابك، عايز تعرفها، فدايما هتبقى
انت فخور بيه، انت مبسوط ان انت بتتكلم عنه دايما، وانت بتتكلم عنه حاسه، حتى هتحس ان عينيك بتلمع، هتبقى دايما هتعرفه على اصحابك واصحاب صحابك، لان انت عايزه يبقى في محيطك الداخلي، ودايما هتحس ان انت مبسوط اكتر طول ما هو موجود في الدايره بتاعتك، في الكومفورت زون بتاعتك، لان هو اوريدي بالنسبه لك كومفورت زون او دايره ثقه بالنسبه لك. الشخص الصح في حياتك هتثق فيه ثقه عمياء، كانك بتتكلم مع نفسك، يعني عمرك ما هتقلق ان هو مثلا ممكن ولا يفهمك غلط ولا الكلام ده يتنقل، فدايما هتحس ان في تراست من الطرفين، في ثقه متبادله من الطرفين. الشخص الصح اللي هتقابله في حياتك دايما هتلاقيك بتضحك من قلبك معاه، دايما بيعرف يضحكك، بيعرف يخليك، فاكرين قصه ياسمين صبري وابو هشيمه؟ بيضحكني، دي حقيقه. الشخص الصح اللي هيبقى موجود حواليك في حياتك هو اللي دايما بتضحك معاه، دايما بتهزر معاه حتى لو حاجات هبله، تلاقي اتفه الحاجات دي بتضحكك وبتخليك مبسوط، وتحس ان عيونك كده كبادي لانجوج، عيونك بتلمع وانت معاه. هو كمان هتبقى عايز دايما تشاركه الحاجات الحلوه، يعني دايما تلاقيك مثلا لما بتشوف حاجه بتعجبك في المول او بتشتري حاجه عايز تجيبها له، عايز تجيب له الحاجات اللي ناقصاه، بتفكر فيه قبلك. يعني مثلا انت لو معاك باكج معينه وفي حاجه تشتريها لنفسك حاجه تشتريها له، لا هتفضله عليك وتروح تشتري له الحاجه بتاعته الاول، وتبقى مبسوط قوي قوي ان هو هيتبسط وهيفرح بيها، وخاصه سبيشالي لو انت عارف ان هو محتاجها. الشخص الصح في حياتك هو الشخص اللي هتهتم بكل تفاصيله من غير ملل، هتهتم هو بيحب ايه، بيكره ايه، بيعمل ايه في حياته، مين صحابه، تحس ان انت عايش من اجل مراقبته كده، انت هتبقى المحقق كرومبو معاه. يعني انا بقول للراجل كده لو لقيت البنت كده دايما بتقعد تهتم كده مين عمل لك لايك، لان هي بتغير عليك حتى لو هي ما بتحاولش تبين غيرتها، ما بتحاولش تقول ان هي غيرانه، بس هي دايما تشوف مين بيعمل لك لايك، مين بيعمل لك كومنتس، مين بيتكلم معاك كتير، مين مهتم بيك قوي. فاعرف ان هي حتى وانت مش معاك بتفتح السوشيال ميديا بتاعتك تتفرج عليها، تتفرج على صورك، تتفرج على الستوريز بتاعتك، بتتفرج على الرياكشنز بتاعت الناس عليك. يعني بجد الشخص اللي بيحبك قوي والله العظيم، وده تحدي، قولوا لي بجد الكلام ده بيحصل ولا لا، تلاقيك بتفتح تشوف مين اللي بيعمل له كومنت، وممكن كمان لو حسيت ان الشخص ده التايب بتاعه او الشخص اللي ممكن يعجبه، تلاقيك بتدخل تتفرج على صور الشخص ده وتقول تبقى مقلق كده ان هو ممكن ايه يعجبه ولا يجي ناحيته ولا اي حاجه. هتلاقي نفسك بتغير عليه، مش عشان انت ما عندكش ثقه في نفسك، بالعكس انت واثق في نفسك جدا، بس انت بتغير عليه عشان انت حاسس ان هو حاجه بتاعتك، حاجه ملكك، فانت مش عايز، عارفين انت الطفل الصغير، انت هتبقى عامل معاه زي البيبيز، انت حاسس ان هو بتاعك، مش عايز حد يقرب منه، مش عايز حد ياخده منك، مش عايز حد يخطف اهتمامه منك، فدايما هتتعامل معاه هتبقى لايك بيبي معاه. لما تلاقي شخص انت بتتعامل معاه زي البيبيهات كده، فرحه الطفل الاهبل كده، اعرف ان هو ده الشخص الصح، لان هو مش شخص صح هتلاقيك عاقل شويه، لا انت هتتجنن مع الشخص الصح، هتبقى مجنون بجد، مجنون في غيرتك، مجنون في طريقتك، مجنون يعني هتلاقي نفسك بتعمل معاه حاجات مش بتعملها مع حد تاني غيره، ولا عايز تعملها مع حد تاني غيره. محدش يقدر يلفت انتباهك مع الشخص الصح، يعني انت لو في حد انت معجب بيه او بدايه علاقتك بيه او بتكراش عليه، ومثلا جه معلش سوري يعني مين مثلا، انا هقول ان هي مثلا هو راجل مثلا، وظافر عابدين بيكراش عليكي مش هتشوفيه، عشان بحب ظافر، او كريستيانو رونالدو نفسه مش هتشوفيه، عمرو يوسف هو خلاص انت شايفه ان هو ده فارس احلامك الوحيد، لان ده شخص صح، هو عام يعنيكي عن كل رجالة العالم يعني. طيب الشخص الصح اللي هتقابله في حياتك، انا زهقتكم كلمه شخص صح، شخص صح، قولوا يا جماعه انتوا بتتفقوا معايا ولا لا، يعني قولوا لي تحت يعني ايه تاني ممكن لو قابلتوا حاجه في الشخص ده هتعرفوا ان هو ده الشخص الصح. برده الشخص الصح اللي هو الصح اللي هو دايما هتحسه ان انت وهو حاجه واحده، يعني انت موجود كانه هو موجود، يعني هو لو موجود محدش يقدر يتكلم عنك، محدش يقدر يجيب سيرتك بحاجه مش كويسه، لانه هيرد غيبتك، هو 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 كانه انت، وانت هتحس ان انتوا كانها تفاحه واتقسمت، فوله واتقسمت نصين، هو نصك التاني، هو بيكملك، سواء ان انتوا مختلفين او سواء ان انتوا متفقين، انت بتحس ان هي عامله زي البازل، كانكم بتركبوا مع بعض كده، كان في ماتش ابن لذينه ما بينكم، حتى لو في اختلافات كبيره ما بينكم مش هتحسوها، لان انت هتشوف فيه كيمستري، هتشوف فيه طاقه. الشخص الصح هو اللي انت هتحس ان انت فيزيكلي اتراكتد ليه، فيزيكلي يعني في طاقه، في جذب كده، في جذب حاصل، هتحس ان انت عامل زي الماجنس، انتوا بتلزقوا كده، في نار ما بينكم، في باور، في فاير ما بينكم، بتحس ان انت وات ايفر هو موجود خلاص انت مش شايف حد غيره، هو في طاقه جذب قويه فيزيكلي ليه، قلبك بيدق بسرعه كده، بتحس ان انت جسمك يعني اول ما بيقرب منك في حراره كده بتطلع منك. الشخص الصح هو اللي بيبقى فيه
تخاطر روحي ما بينكم، يعني انتوا الاثنين بتفكروا ببعض نفس في نفس الوقت، بتفكروا في نفس الحاجه في نفس الوقت، في تواصل روحي او تواصل طائي او تخاطر روحي ما بينكم. الشخص الصح هو الشخص اللي هيحس بيك من غير ما تتكلم، يعني من اول ما تقول الو هيعرف على طول ان انت متضايق، ان انت متعصب، ان انت فرحان، ان انت زعلان، بيحس بيك من غير ما تتكلم، في لغه تواصل روحي او تواصل بالعيون بالصوت بنبره صوتك، هو فاهمك اكتر من نفسك، فاهم كل حاجه فيك، لان هو محللك 900 الف مره في خياله وفي دماغه وفي روحه وفي عقله وفي قلبه، لان هو كل انت شغله الشاغل، حياتك شغله الشاغل، فهو بيعرف يفهمك وبيعرف يلقطك من غير ما تتكلم. الشخص الصح في حياتك هو الشخص اللي دايما هيحط البريفيرنسز بتاعتك او بريوريتيز بتاعتك قبل البريوريتي بتاعته، يعني مثلا عايزين تخرجوا في مكان، انت نفسك مثلا انت راجل وهي ست، انت نفسك ان انت تروح مثلا تتفرج على ماتش، تتفرج على في كافيه، وهي عايزه تروح سينما، لا ساعتها ونفسها تحضر الفيلم ده، هتيجي تقول لك لا خلاص مفيش مشكله تعالى نروح الماتش بتاعك عشان تكون مبسوط. فدايما هيقدم البريوريتيز بتاعتك او الاولويات بتاعتك عن الاولويات بتاعته. قد ايه حاجه حلوه ان احنا نقابل الشخص الصح في حياتنا، ولو لقيتوا الشخص الصح ده بجد امسكوا فيه في ايديكم وبسنانكم، لانه ما بيعديش علينا في العمر، يعني ماكسيمم مرتين ممكن تقابلوا الشخص ده في حياتكم، ولو خسرتوه هتفضلوا تندموا عليه ندم حياتكم، وتفضلوا تقارنوا اي حد او يعني بتدوروا عليه في كل وجوه الناس اللي هتقابلكم. بجد يا جماعه الشخص الصح ده لو قابلتوه عدوله، ما تبقوش حساسين، او في نقطه عايزه اقولها، انتوا تزعلوا منه اكتر من اي حد تاني، بتبقوا حساسين بزياده، لان انتوا بيبقى عندكم هاي اكسبكتيشنز معاه، يعني اي حد مثلا عمل لك موقف اهبل مش هتتضايق منه، بس هو لو عمل اي حاجه انت تبقى دايما حساس بالزياده، علشان انت يعني عايز منه، انت متوقع منه دايما، عندك فيري هاي اكسبكتيشنز معاه. فالحته دي نسيت اقولها، لو لقيتوا الشخص الصح ده بجد امسكوا فيه بايديكم وبسنانكم، امسكوا فيه لان هو مش بيعدي في العمر كتير. لو لقيتوا الشخص الصح ده عدوله، لو لقيتوا الشخص ده طوروا انفستوا في العلاقه دي، لو في حاجات اشتغلوا عليها مع بعض، لو في عيوب، لو في مشاكل اعملوها مع بعض علشان ما تخسروش الشخص ده. ثانك يو، بحبكم جدا جدا، قولوا لي ايه رايكم في الكلام ده تحت في التعليقات، قولوا لي تتفرجوا عليا من فين، انتوا برج ايه، وهسيب لكم فيديوز حلوه جدا على اليوتيوب هنا، وما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، عايزين اعملوا شير كتير كتير لاصحابكم، محتاجين يسمعوا الكلام ده، ومحتاجين يعرفوا ايه هي صفات الشخص الصح اللي لو قابلوه في حياتهم لازم